السلام عليكم ورحمة، اسمي أحمد محمد الظهوري وحياكم الله معاي. في هالفيديو إن شاء الله بشرح لكم كيف تلعبون لعبة كين دومينو. حاليا أنت ملك مملكة، مملكتك صغيرة، حاليا تحاول تتوسع في هالمملكة. توسع عن هالشي عن طريق استكشاف أراضي جديدة، سواء كانت سهول ولا غابات ولا بحار. تحاول تستكشف هالأراضي وتضمها لمملكتك، بس حاسب لأن في ملوك ثانيين عندهم نفس الفكرة في عدد محدود من هالأراضي. حاول تكون أول ملك استكشف هالأراضي ويضمها لمملكته. هذا موضوع اللعبة، فشاركوني الطاولة وخليني أراويكم كيف تجهزون للعبة. أول شي تسوونه تحددون عدد اللاعبين، فلو كنتوا لاعبين اثنين اللاعب يختار اللون اللي يباه، بنفس الوقت ياخذ الميبز باللون اللي اختاره. في حال كنتوا لاعبين اثنين، وفي حال كنتوا ثلاث لاعبين او اربع لاعبين، كل لاعب يستلم ميبل واحد فقط، والاربعة اللي زيادة تندرج في الصندوق. بما اني بجهز حق اربع لاعبين، فكل لاعب بيستلم ميبل واحد فقط. بنفس الوقت بيستلم قطعة البداية لمملكته، وقلعة صغيرة بلون الميبل ماله. ياخذ قلعته ويحطيها على قطعة البداية على حسب لونه. قطع دومينو اللي جت في الصندوق طلعونها تخبصونها، بعدين تردونها في الصندوق، تتأكدون أنها ترتبت بطريقة عشوائية. قبل ما تحطون كل القطع في الصندوق، أولا تتأكدون أنكم الأرقام تكون لبرا وما تقدرون تشوفون جهة الأمام. بعدين على حسب عدد اللاعبين تطلعون القطع. بما أني مجهز اللعبة حق أربع لاعبين، فبطلع أربع قطع، بعدين أرتبها من الأصغر للأكبر بهالطريقة. بعدين القطع الميبلز تاخذونها في ايدكم تخبصونها، بعدين تطلعون قطعة قطعة. فها اللاعب الأول بيكون، فيختار المكان اللي بيحطي فيه الميبل ماله. فهذا مثلا بيختار الأول، يعني على حسب اللون، لون اللاعب اللي اختاره يحطي الميبل ماله. هذا بيحطيه هنا فرضا، اخر اثنين واحد هنا وواحد هنا. بعدين تكشفون عن اربع بطايق عقبها، مثل ما قلت ترتبونها من الاصغر للاكبر. في حال كنتوا ثلاث لاعبين تطلعون ثلاث قطع بس. بما اني اربع لاعبين بطلع اربع قطع بس. اذا كنتوا لاعبين اثنين مثل ما شفتوا، كل لاعب يكون عنده 2 ميبلز، ففي هالحالة بعد بنطلع 4 قطع. في نقطة نسيت أنبه عليها، اللي هي بالنسبة لهالقطع. فبما أني مجهز اللعبة حق 4 لاعبين، فبنستخدم القطع كلها. ففرضا لو كانوا 3 لاعبين بنطلع 12 قطعة، بنستخدم 36 الباقية. لو كنتوا لاعبين 2 بنطلع نص القطع، يعني 24 قطعة، بتتم 24 قطعة اللي بتلعبون فيها. نظرة أخيرة قبل أن نبدأ اللعبة. صندوق ويا القطع ماله، اللاعبين ويا القطع اللي بيستلمونها في أول جولة، زائد القطع اللي بيختاروه هنا في الجولة اللي عقبها. قطعة اللاعبين البدائية عند كل واحد. وانتو حاليا جاهزين عشان تلعبون اللعبة. في دور كل لاعب يختار قطعة من هاي ويضيفها في مملكته، بس اللاعب اللي يكون المركز الأول يكون الاختيار الأول في هالقطعة. تحاول تشيل القطع هاي وتحطيها في مملكتك. القطع اللي عليها تيجان تحصل لك نقطة، وحاول قد ما تقدر تاخذ قطع عليها تيجان. الهدف انك تجمع اكثر تيجان وبنفس الوقت اكثر اراضي ممكنة. كل تاج يجيب لك نقطة، في اراضي عليها تاجين، في اراضي عليها ثلاث تيجان. تمون تاخذون قطع من هنا ومن الصندوق لما تخلص القطع كلها. من تخلص القطع كلها توقفون اللعب، بعدين تحسبون النقاط. حسبة النقاط تختلف شوي، بشرح لكم فيها عقب، بس حاليا بشرح لكم كيف تقدرون تاخذون القطع وتضيفونها في مملكاتكم بطريقة صحيحة. فشاركوني الطاولة مرة ثانية واشرح لكم الطريقة الصحيحة اللي تقدرون تحطون فيها القطع في مملكاتكم. قبل لا اشرح لكم كيف هالقطع تنزل في مملكاتكم، خلوني اول اشرح لكم كيف تاخذون القطع من هنا. بما ان هاللاعب الاول اللي هو اقل عدد ماخذ، فبيكون هو أول لاعب يختار من هالقطع الجديدة. ففرضا قال بي هنا مرة ثانية،
فهالقطعة بتصير لمملكة اللاعب الأخضر. حاليا بنقلها بس بعدين بشرح لكم كيف تحطونه بطريقة صحيحة. فالحين دور اللاعب الوردي، اللاعب الوردي قال لا أبا هذا، فبيجي هنا بياخذ هذا بيحطيه في مملكته. بعدين الأصفر قال بياخذ نفس الشيء، والأخضر بيجي هنا، استغفر الله، الأزرق بيجي هنا، وهذا بعد بينضاف لمملكته. اللي يستوي الحين أنك تطلع 4 قطع إيداد، مرة ثانية ترتبهم من الأصغر للأكبر، 17 أول شيء، بعدين 26، بعدين 33، وآخر شيء 46. نفس الحكاية، هذا الأول فهو بيختار أول شيء، بي مثلا هنا بياخذ هالقطعة بيضيفها في مملكته. حندور هاللاعب بي هنا أول شيء، فبياخذ هالقطعة وبيضيفها في مملكته اللي هي الزرقاء. بعدين دور هاللاعب بي بعد هنا بيضيف في مملكته، وآخر شيء اللاعب الوردي ويضيفه في مملكته. مرة ثانية نسحب 4 قطع من غيرها، نرتبها من حيث الأصغر للأكبر، وبهالطريقة اللاعبين بياخذون القطع، بيتمون ياخذون من القطع لما تخلص القطع كلها من الصندوق. نتخلص القطع بتنتهي اللعبة، وبنشوف بنحسب عدد النقاط وبنشوف من هو الفائز في اللعبة. هذا الحين شرح كيف القطع تنوخذ من هنا وتنتقل للممالك. الحين خلوني أشرح لكم كيف القطع تنحط بطريقة صحيحة في الممالك. خلوني الحين أشرح لكم كيف تحطون هالقطع بطريقة صحيحة لمملكتكم. طبعا يعني هالقطع ما بتجمعونها أول ما تأخذونها، بتحطونها على طول، بس أنا أخذتها كمثال. ففرضا استلم هالقطعة، هو قرر أنه يحطيها هنا عادي ما فيها إشكال، خذ هالقطعة قال بيحطيها هنا ما فيها أي إشكال، خذ هالقطعة فرضا وحطاها هنا ما فيها إشكال، لأن مملكة القطعة الرئيسية عند كل لاعب بإمكانه أن تأخذ أي لون مختلف. كذلك هاي صح أن هنا ما يطابق، بس هنا بما أن ملامس القطعة الرئيسية في كل بما أن ملامس القطعة الرئيسية عند كل لاعب فعادي ما فيها إشكال. أما استثناء هذا، لو مثلا جاب قطعة جديدة لازم يكون حذاء القطعة مطابقة على الأقل جهة واحدة. ففرضا قال بيحطيها القطعة هنا عادي، أما جاب هالقطعة بيحطيها هنا ما يستوي. أو فرضا قال بحطيها هنا عشان قطعة في المستقبل، لا، الحالة الوحيدة اللي تروم تحطي قطعة مع قطعة مختلفة أنها إذا تلامس هالقطعة اللي هي القطعة الرئيسية. نقول فرضا تميتوا تلعبون واستلمتون قطعة، هاي ما تقدرون تحطونها في أي مكان، ما في يعني مكان صحيح تقدرون تحطونها. في هالحالة بس بكل بساطة تتخلصون منها ومحد يستخدمها عقبكم. أظن كملتوا تلعبون ويت القطعة، استلمتوا قطعة وحطيتوها هنا، جت هاي آخر قطعة، بإمكانه أن تحطها هنا أو هنا، بس من قوانين اللعبة أن مساحة الأرض أو المملكة لازم تكون 5 في 5. ففرضا لو حطيتون القطعة هنا بتستوي 6، وهالشي غير مسموح فيه في اللعبة. فبكل بساطة نفس القطعة الأولية تتخلصون منها وما حد يستخدمها عقبكم. مثل ما قلت تنتهي اللعبة لما تخلصون القطع كلها من الصندوق. فالحين خلوني أراويكم كيف تكون حسبة النقاط. كل أرض عليها تاج تحصلون عليها نقطة، وكل أرض متصلة بالأرض اللي عليها تاج تحصلون بعد نقطة عليها. ففرضا خلونا نيجي هنا، هنا بتكون 1 تاج 1 ضرب 2 اللي هي قطعتين أرض، فبتكون مجموع نقطتين. نفس الحالة هنا، تاج تاجين بس كم؟ 3 أراضي، ف3 ضرب 2 يعطيك 6 نقاط في هالحالة. نفس الشيء هنا، 1 2 3 4 5 6، 6 في 1 يعطيك 6 نقاط. أراضي ما عليها تيجان ما تحصلون عليها أي نقاط، نفس هاي أو هاي أو هاي. نفس الشيء هذا بعد، حال كانت أرض بروحها 1 في 1 أو 2 في 1، تمون تجمعون وتحسبون النقاط، وآخر واحد يكون عنده أكثر نقاط يكون هو الفائز في اللعبة. نقطة أخيرة حبيت أنبه عليها،
أن قطعة المملكة مو بشرط تكون في النص، يعني عادي تكون مثلا هالقطعة، يعني حطيت القطعة تكون مثلا هنا في الزاوية ما فيها إشكال، أو مثلا هنا يعني تبنون حوالينها، مو بشرط تكون في النص. فكمثال يعني هاللاعب خلاه في هذا، فما فيها إشكال، مو بشرط أن القطعة تكون في النص. ها كان كيف تلعبون لعبة كينج دومينو. إذا عندكم أي استفسارات أي أسئلة بإمكانكم أنكم تكتبونها لي في التعليقات تحت، إن شاء الله بجاوب عليها في أسرع وقت ممكن. إن شاء الله كانت القوانين واضحة وإن شاء الله عجبتكم اللعبة. إذا خذتوها إن شاء الله تفيدكم هالفيديو. إذا بغيتوا تشوفون كيف يوم فتحت صندوق اللعبة بإمكانكم الضغط هنا، وإذا حابين تشتركون في القناة بإمكانكم الضغط هنا. شكرا للمتابعة، أشوفكم على خير وبحفظ الرحمن.